ازيك يا جماعه؟ معاكم عبد الجليل، وفيديو النهارده هنشوف ازاي نقدر نعمل سكرين ريكوردنج لينا واحنا بنلعب من خلال جهاز الكمبيوتر او من خلال جهاز اللابتوب. في الفيديو اللي فات عملنا كده بس كان من خلال الموبايل، اللي هو ستريمينج من خلال الموبايل. والنهارده معانا طريقتين. اول طريقه اللي هي ازاي نقدر نعمل سكرين ريكوردنج للعبه من غير ما نكون موجودين في الشاشه. الطريقه الثانيه ازاي نقدر نعمل سكرين ريكوردنج واحنا موجودين في الشاشه نفسها. والطريقتين دول بيلت ان جوه الجهاز، يعني موجودين جوه الجهاز، مش هتحتاج تحمل برامج. موضوع سهل وبسيط جدا، يلا بينا نبدا. بالنسبه لاول طريقه عندنا اللي هو ازاي نقدر نسجل من غير ما نفتح الكاميرا. اول حاجه بنضغط على زرار الويندوز زائد حرف الجي، بيظهر لك الجيم بار بتاع الاكس بوكس. ونقدر نظهرها بطريقه تانية، اللي هو لو دخلنا على السيرش وكتبنا اكس بوكس جيم بار بيفتح معانا بالطريقه دي. طب ازاي نقدر نسجل؟ اوكي، بنضغط على كابتشر فبيظهر لك هنا انك تقدر تاخد سكرين شوت، بيظهر لك تقدر تسجل، وهنا بيظهر لك تقدر تسجل مع مايك او بدون. ولو هتيجي هتعلم على كل حاجه هيظهر لك الاختصار ازاي تقدر تعمل كده من غير ما تفتح او من غير ما تفتح الجيم بار نفسها. اوكي، بس قبل ما نسجل هنروح مع بعض على السيتنجز، في شويه حاجات هقول لكم تعملوها. بندخل على سيتنجز جنرال اديت مور، هيفتح معانا الصفحه دي فيها كل الاختصارات. اول حاجه اللي انت عايزها كلها، تقفل المايك تفتح المايك. تاني حاجه بندخل على كابتشر. اوكي، عندنا هنا في كابتشر اول حاجه الفايل لوكيشن، انت عايز تحفظ الفيديو ده فين بالظبط، يعني انت بتختار المكان اللي تقدر تحفظ فيه الفيديو على حسب المساحه اللي عندك في الجهاز. دي اول حاجه. في حاجه عندك هنا اول ما بتبدا مع البرنامج ده بيكون الماكسيمم ريكوردنج 30 مينيت، فتقدر تغيره عادي لاربع ساعات ساعه، الامر راجع ليك انت عايز ايه بالظبط. هنا turn on mic by default، عايز المايك يفضل شغال بدل ما تقعد تعمل له enable او disable. هنا باول برضو ما بتفتح بيكون الاوديو كواليتي 128، فالافضل لو خليتها 192. في بالنسبه للريكوردد فيديو 30 فريم بير سكند 60 فريم بير سكند، طبعا بيفضل 60 فريم بير سكند، وخاصه لو بتستخدم برامج للايديتنج اللي انت تقطع فيديو بيفضل ال 60 فريم بير سكند. والفيديو كواليتي طبعا بتكون ستاندرد، انت بتغيرها لهاي. اخر حاجه عندك هنا في الريكوردنج هنا اللي هو الكابتشر ماوس، عايز علامه الماوس تبقى شغاله وانت بتسجل ولا لا، عايز او مش عايز الامر راجع ليك طبعا، بتعلم عليها. اوكي، خلصنا هنا السيتنجز، نروح قافلين، نفتح مثلا اللعبه بتاعتنا ونقول له ويندوز جي كابتشر، تضغط على دي بيعمل لك سكرين ريكوردنج، او ويندوز الت ار بيسجل لك دايركت. اوكي، دي كده بالنسبه لاول طريقه. بالنسبه لتاني طريقه، دي بتكون مينلي للناس اللي عندها في الجهاز كارت شاشه اللي هو بيكون نيفيديا، لان نيفيديا نفسها فيها برنامج سكرين ريكوردنج. اوكي، طب ازاي نقدر نوصل للبرنامج ده او ازاي نقدر نسجل؟ تفتح اللعبه عادي خالص وبتدوس على الت حرف الزي، بيفتح لك هنا جي فورس اكسبيرينس. اوكي، هنا لو هتبص على الشاشه دي موجود ايه؟ موجود عندك برضو سكرين شوت. السكرين شوت طبعا في الاختصار هو الت اف 1. في عندك هنا لو هتضغط هنا تقدر تعمل للكاميرا ان هي اون، فانت طبعا بتسجل صوت وصوره، تكون انت نفسك موجود. هنا لو عايز تعمل برودكاست لايف، لو عايز تطلع لايف على طول وانت بتلعب، وهنا لو عايز مايك او بدون، وفي الاخر طبعا اللي هو تضغط على ريكورد وتقول له ستارت ريكوردينج، او برضو اللي الاختصار بتاعه اللي هو الت اف 9. بس كده الموضوع سهل وبسيط، ولا بتحتاج تحمل برامج او اي شيء. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب للقناة، فعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم إشعارات بالحلقات الجديدة. شكرا، سلام.